تعرف 6 علامات تنذر بالإصابة بجلطة دموية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا. إنه يجب على المرضى طلب المساعدة الطبية فورا إذا ظهرت عليهم الأعراض التالية: ضيق في التنفس، ألم صدر، تورم في ساقك، ألم بطن مستمر. الأعراض العصبية بما في ذلك الصداع الشديد والمستمر أو عدم وضوح الرؤية. بقع دم صغيرة تحت الجلد خارج موقع الحقن.